مرة تائه تصدمهم. شو صار مع سيلوري شاهد المسلسل التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع الفنان السلاوي اللي تفاعل امبارح بمجموعة من الستوريات من حفلة عيد ميلاده، كشف عن الهدايا اللي وصلته من بينها سوارتين. علق على الستوري بي: بحب اعرفكم على اغلى هديتين على قلبي للابد، شكرا كتير بحبكم. ويذكر انه واحدة من الاساور اهداها الى والده. نمر الى قمر طائي. فبعد اختفائها عن السوشيال ميديا رجعت قمر طائي وتفاعلت بمجموعة من الستوريات على الانستغرام، كشفت من خلالها انه هي قصت شعرها. I know it's been a while. صار هواية ما طلع عليكم، اشتاقتكم. ما عرفنا شو طلع عليكم بهذا المنظر، ميك ابي رايح، كنت دخلت بالبحر، شعري خربان، ميك ابي رايح بدون فلتر، بس اجى على بالي طلع عليكم، اشتاقتلكم. شو رايكم بالنيو لوك؟ Yes, I cut my hair. قاعدة reading a book